المنوال التنمية الموجود حاليا هو يساهم بشكل كبير في تدهور البيئة. هذا المعطى الأول، وأن لأنه منوال تنمية يعني يكثر من استعمال المواد الأولية، يستنزف المياه، يستنزف المواد الأولية، يسعى إلى تلوث المحيط وتلوث الأرض وتلوث السماء وتلوث الهواء وتلوث كل الواقع الموجود. وهذا لا يخص تونس فقط، بل يخص كل البلدان المغربية ويخص أفريقيا. فزيادة على المشاكل التي تهم العالم، هناك مشاكل تهم زاد كذلك منطقتنا المغربية. منطقتنا المغربية تشكو من تلوث كبير، ليس فقط على مستوى الانحباس الحراري، بل على مستوى قضايا أخرى. اليوم قضية المياه من أهم القضايا التي توجد في المنطقة، منطقة المغرب الكبير. اليوم في تونس قضية هامة، نحن نستهلك أقل من نصف المنوال العالمي، المستوى العالمي لاستهلاك المياه. المستوى العالمي يصل إلى حد 1000 متر مكعب، نحن فقط 450 متر مكعب، وال450 مستقبلا سيكون يعني ستتناقص هذه الكمية لتصل إلى 300 في السنوات العشرين القادمة. وربما تعرف المنطقة العربية يعني أكثر يعني مشاكل مرتبطة بالمياه. زيادة على قضايا المياه، هناك قضايا زيادة في مستوى الحرارة، وحسب دراسات عديدة أن المنطقة المغربية تعرف أكثر تسحر من المناطق الأخرى، وخاصة المنطقة يعني خاصة الجزائر وتونس وغيرها، وزاد كذلك المغرب بأقل درجة. الشيء الآخر هو أن هذا المنوال التنمية في بلدان في أغلبها لا تفكر وليست لها استراتيجية في خصوص المناخ وخصوص التنمية ورؤية للأجيال القادمة. هذا الواقع سيؤثر مستقبلاً على هذه الأجيال، على الأجيال القادمة، وسيؤثر على المناخ في السنين القادمة. ونحن نعيش الآن من أكثر مدة من ندرة المياه، لأن المنطقة هذه في حد يعني المنطقة العربية فيها نسبة بلوميتري يعني نزول الأمطار عامة بمعدل 110 ملم، وهي نسبة قليلة جدا بالنسبة حتى للمعدل المعدل يعني العالمي، ولا نتحدث عن معدل أوروبا وبلدان آسيا إلى آخره. إذا نحن نعرف يعني نعرف مشاكل بيئية متطورة، لا أتحدث عن مشاكل بيئية في مناطق الحوض المنجمي ومناطق زاد كذلك وين هناك صناعات كيميائية، ولا منطقة المنستير وغيرها من المناطق، ولا المناطق زاد كذلك الموجودة في المغرب، ولا عين صالح في الجزائر وغيرها من المناطق هذه التي تشكو من مشاكل بيئية، والتي الحكومات المتعاقبة لن تزيد إلا من مزيد الإشكاليات ومزيد المشاكل. الشيء الثاني هو يعني اللي يخلي هي قضية اجتماعية، هو أن أكبر المتضررين من القضايا البيئية هم الطبقات الفقيرة والطبقات المتوسطة التي بدأت تتفقر أكثر، وأن هذا تسبب كثير في هجرات داخلية، وسيتسبب في أكثر في هجرات خارجية، خاصة من مناطق الصحراء الإفريقية إلى شمال إفريقيا وإلى أوروبا. إذا هناك قضايا عديدة بيئية نعيشها، والقضايا هذه مرتبطة أساساً ب يعني منوال التنمية المتبع، مرتبط زاد كذلك بالشركات متعددة الجنسيات التي تحاول أن يعني تجد موضع قدم ولا تفكر في قضايا البيئة أبداً، والتي لا يهمها يعني في هذه المنطقة إلا مزيد من الربح، ولكم في عديد المناطق في تونس وغيرها يعني أمثلة عديدة. نريد أن يكون هذا اللقاء المغاربي لقاءً يعني لا فقط متوجها للسلطة ولخبراء، أهمية هؤلاء الخبراء يعني وأهمية آرائهم تعتبر هامة جدا، ولكن نريد أن يتوجه إلى عامة الشعب لتحسيسه بأن القضايا قضايا حقوق الإنسان عامة لا يمكن الفصل بينهما، لا يمكن فصل الحقوق المدنية عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن الحقوق البيئية. اثنين، أن المواطن هو من يجب زاد كذلك المجتمع المدني، ولكن المواطن هو كذلك من يجب أن يدافع
عن هذه عن يعني عن حقه في محيط سليم وبيئة سليمة. ثالث شيء هو أنه ليس هناك عدالة اجتماعية دون عدالة بيئية. والشيء الآخر هو الإحساس بأنه خطر التغييرات المناخية ليست مرتبطة بالمستقبل، يعني أحياناً نتحدث وكأنه في المستقبل بعيد، هي مرتبطة بالحاضر. نحن بدأنا نحس بالتسحر، بدأنا نحس بالتغييرات المناخية، بالحرارة، بكثير من الأشياء التي أصبحت يعني بالأمراض المرتبطة بالبيئة، إلى غير من الإشكاليات التي تهمنا في المستقبل القريب. الشيء الأخير والملاحظة الأخيرة هي أن المؤسسات العالمية التي تشجع بلداننا على نمو على حساب التنمية وتسعى إلى الحد من الدور التعديلي للدولة وتطلق اليد الاقتصاد الخاص والشركات متعددة الجنسيات وتشجع على الربع على حساب التنمية الاجتماعية قد ساهمت لا فقط في مزيد تدهور الأوضاع الاجتماعية بل كذلك في القضاء البطيء على المحيط وعلى البيئة. والملاحظة الأخيرة هو أن الأنظمة الديمقراطية التي الموجودة في المنطقة لا تهتم كثيرا بالاستراتيجيات المستقبلية ولا يهمها بالأساس، يعني وجودها الحاضر في السلطة في مركز السلطة هي لا تعبأ يعني بمستقبل البيئة. وذلك علاش نحن مطالبين كمجتمع مدني بأولا جلب الخبراء لي يعني التحسيس بخطورة الأوضاع، وثانيا أن تكون أن تصبح قضية البيئة جزء من القضايا الاجتماعية وتصبح كذلك جزء من القضايا الشعبية من قضايا المواطن العادي كي يدافع عنها. هذا باختصار تصور حول يعني البيئة. ننهي هذا اللقاء الأول وأرجوكم أن تكون لنا راحة بعشر دقائق ثم نواصل لقاءنا بعد بأكثر تفاصيل. صور عندي صور انا صورناها هو صورناها